تكنيك. راح نبلش اليوم إن شاء الله في الـ DNA Extraction حالياً، وبعدها بـ 12:30 إن شاء الله راح ناخذ الـ Polymerase Chain Reaction والـ Gel Electrophoresis. طبعاً الـ DNA Extraction هو أحد الـ Lab Technique اللي بدأت بالسنين الأخيرة، يعني البحوث تتوجه إلها بشكل كبير، تتوجه للـ DNA Extraction، للـ Polymerase Chain Reaction اللي هو الـ PCR، اللي حالياً أكثر فحوصات أو تقريباً 90% من فحوصات الكورونا فيروس تتم وفق تقنية الـ PCR أو الـ Polymerase Chain Reaction. الآن راح نبلش. طبعاً قبل ما نسوي البوليميريز تشين رياكشن لازم نستخلص الدي ان اي من العينة، سواء كانت بكتيريا، بلاد، تيشيو، أياً كان السامبل اللي عندنا، احنا لازم نستخلص من عنده الدي ان اي وبعده ندخله بعملية البوليميريز تشين رياكشن أو ما يسمى بتفاعل السلسلة اللي من خلاله ضاعف الدي ان اي. يعني احنا داخل الهيومن بودي يصير كوبيز للدي ان اي. حاليا يعني قبل كم سنه وفروا جهاز هو بداخله راح يصير الاستنساخ، يسموه هالتقنيه بالبي سي ار. في البدايه خلينا ناخذ مقدمه بسيطه. نعم، فنقول all living organisms contain DNA in their cells found in nucleus. طبعا كل احنا نعرف بانه الدي ان اي موجود بالنواة. The nucleus is a membrane-bound structure that contains the cell's hereditary information and controls the cell's growth and reproduction. احنا نعرف بانه النيوكلاس هي تعتبر الجزء المهم من ال من ال 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 وبالتالي راح تحتوي على الـ genetic information أو ما تسمى بالـ hereditary information اللي هي تكون مسؤولة عن السيطرة على عمليات الـ cell growth and reproduction. الـ DNA هو أحد الـ nucleic acid اللي أعتقد إحنا نطيلكم إياها بالمرحلة الثالثة، وهي الـ nucleic acid اللي أخذناها الـ DNA والـ RNA. طبعا راح نتكلم عن الدي ان اي ستراكشر. نقول دي ان اي او ما يسمى بالديوكسي ريبونوكليك اسيد is the complex chemical compound found in chromosome that contain the genetic code. طبعا يحتوي على الجينيتيك كود اللي هو المسؤول عن الجينيتيك كود اللي هو ال DNA. الـ DNA structure، لو نرجع للـ DNA structure من يتكون طبعاً is made of molecules نسميها nucleotides. لو نسوي ريفيو بسيطة عن الـ DNA structure راح نلاحظ بأنه يتكون من nucleotides. نقصد بالـ nucleotides each nucleotide contains phosphate group، يعني PO4، ويحتوي على الشوجر جروب اللي هو بالـ DNA يكون ديوكسي رايبوز، بالـ RNA يكون رايبوز، and نيتروجين بيس. طبعا النيتروجين بيس هي عبارة عن نوعين من القواعد النيتروجينية اللي هي بريميدينز والبيورينز. بالنسبة للـ DNA يحتوي على الأنواع التالية من النيتروجين بيس، وهي الادينين، ثايمين، جوانين، سيتوسين. تلاحظون هنا هذه السيل بيتحول شويه زايد. هذا هو سكشن كروس سكشن العفو للبلانت سيل. بلانت سيل ما فيها هذه تلاحظون هاي نيوكلاس، وايضا تحتوي على الدي ان اي داخلها وتحتوي على النيوكلير ميمبرين هذا، وهذا ايضا السيل ميمبرين،
وايضا عندنا الاورجانز الاخرى العضيات الاخرى اللي هي قد تكون الميتوكوندريا الكولجي ابراتاس غيرها من العضيات الاخرى. هذا هنا تلاحظون هذا هو تركيب الدي ان اي، هذا اللي نلاحظه هو نعم تركيب الدي ان اي، هذا هو تركيب الدي ان اي. الدي ان اي طبعا يتكون الدي ان اي من 2 سترانز شريطين مرتبطين مع بعضهم البعض بأواصر هيدروجينية، لكن بالاصل الدي ان اي هو يتكون عندي من البريميدينات والبيورينات، القواعد اللي هي السيتوسين جوانين ادينين ثايمين بالنسبه للدي ان اي. هذه عندنا ما اعرف ليش تحول كلها، بس خلينا نحول بس هذا هنا يا طلاب. اذا تلاحظون هذا عندي دي ان اي، هذا الدي ان اي يتكون قلنا من 2 سترانز ويحتوي على قواعد نيتروجينيه. نعم هنا نعم هذا الستراند الواحد يرتبط مع الستراند الاخر بواسطه الهيدروجين بوند اللي تكون بين القواعد النيتروجينيه. فالان هذا لو ناخذه نكبره بشكل اكبر حتى بس شوية ناخذ فكرة بسيطة عنه. نتكلم عنه بشكل أكثر، هو المفروض أنتم عارفينه طبعا. تلاحظون إذا أردنا نتكلم عن الفرق بين الـ DNA والـ RNA، أنا قصدت أنه أكبره وأراويكم إياه. تلاحظون بأنه الـ RNA الرايبونيوكليك أسيد طبعا 1 سترانت، الـ DNA 2 سترانت، الـ RNA يحتوي على الـ ribose sugar، بينما الـ DNA يحتوي على الديوكسي ribose منقوص الأكسجين، الـ DNA يحتوي على القواعد النيتروجينية نيتروجين بيت اللي هي سيتوسين جوانين أدينين ثايمين هذه جوا، بينما ال RNA يحتوي على السيتوسين الجوانين الأدينين، وراح تتبدل الثايمين يحل محلها بال RNA اليوراسيل، هذا هو اليوراسيل. نعم هنا إذا تلاحظون هذه الرسوم الخطوط الملونة هي عبارة عن الهيدروجين بوندينج، هذه هي الهيدروجين بوندينج راح تصير ما بين نيوكليوتيدا من الشريط مع النيوكليوتيدا من الشريط الآخر. من اللي يربط نيوكليوتيدا بنيوكليوتيدا هي النيتروجين بيت، يعني بين راح يصير الأواصر ما بين قاعدة نيتروجينية من هالجهة وقاعدة نيتروجينية من الجهة الأخرى. هذا هو تركيب الـ DNA. لو نرجع للاكستراكشن اوف دي ان اي، لو نرجع للاكستراكشن اوف دي ان اي او ار ان اي، ممكن نستخلص دي ان اي او ار ان اي من الطابع اعتمادا على احنا ايش محتاجين. ما اعرف ليش بيحول. فهنا نلاحظ هنا الدي ان اي اكستراكشن، لو نجي ناخذ ايش نقصد بالدي ان اي اكستراكشن، نقول is the first step of subsequent molecular or forensic analysis in order to determine the individual DNA او genetic code which is unique to each person. طبعا احنا هنا الدي ان اي اكستراكشن هي اول خطوه، هي اول خطوه مو مشكلة. نعم مجموعة ثلاثة ظلون داخلين بعد اني اتوقع انطوني معلومات بانه انتم وياني تدخلون، فانتم براحتكم. مجموعة ثلاثة اللي يريد يبقى يريد يغادر المحاضرة براحته، بس انا تبلغت بانه مجموعة ثلاثة تاخذ المختبر.
من قبل ممثلتكم. نرجع طلاب للمحاضرة. هنا نرجع للDNA extraction، قلنا هي أول خطوة. نعم سجل المحاضرة. الDNA extraction هي أول خطوة إحنا نقوم بها قبل ما نجري أي يعني طريقة تحليل بالمولكيولر بيولوجي. المولكيولر بيولوجي هو علم واسع، من خلاله نقدر نجري عدة بحوث، عدة تحاليل نقوم بها. وقلنا بالوقت الفترة الأخيرة أكثر التحاليل والبحوث اتجهت إلى تقنيات المولكيولر بيولوجي، اللي من ضمنها الـ DNA extraction والـ PCR. هنا حتى نعرف من خلال الـ DNA extraction ممكن أنه نعرف أو نستخلص DNA للأشخاص، ممكن من خلالها ندرس الجينيتيك كود، الشفرات اللي خاصة بهم، لأن احنا نعرف بأنه لكل شخص إلى DNA خاص به يختلف عن DNA الشخص الآخر. DNA can be extracted from almost any intact cellular tissue. ممكن نستخلص DNA من السكن، من البلاد، من السلايفة، من السيمن، من النيوكاس، من المصل تيشيو، من البون مارو، من أي تيشيو احنا نريده أو من أي فلويد داخل السيل أو البادي ممكن أن نستخلص DNA. Methods used to isolate DNA are dependent on the source. طبعا هنا الطرق راح تختلف اعتمادا طرق استخلاص DNA تختلف. هنا طبعا طرق استخلاص DNA قلنا تختلف اعتمادا على السورس، منين اني ابدا استخلصه، هل استخلصه من بكتيريا، هل استخلصه من بلاد، من السكن، من الهير، هذا يختلف عن الايج اون سايز اوف سامبل. الايج يعني ايش قد صار للسامبل عندي، ايش قد حجمه، جزء خازنته صار لي شهر، جزء خازنته صار سنه. فايضا هنا الطريقه تختلف لان حتى احصل على منتوج جيد من الدي ان اي. طبعا isolation of DNA is needed for genetic analysis. ليش يعني استخلص DNA؟ حتى استخدمه للscientific للmedical or forensic purpose. قد استخدمه بالتحاليل المرضية، يعني مرات استخلص DNA وادرسه اشوف هذا البيشنت عنده فد mutation صايرة، طفرة معينة بالDNA بكروموسوم معين صاير عندي الطفرة وسببت لي ديزيز معين. ممكن اشوف اسباب انتشار الكانسر من خلال عندي الدي ان اي، يعني افحصوها. قد استخدمها بالطب العدلي جماعة الفورنسيك بيربوس، الفورنسيك بيربوس هنا يستخدمه طلاب. اكو يمكن احد ما فاتح فاتح مايك، يا ريت تسجلوا لي، انا لغيته ما اعرف. تمام نعم تسمعوني طلاب؟ اذا تسمعوني خلي واحد يكتب لنا. نرجع هنا نعم تسمعون طلاب؟ تمام تمام نعم واصل صوتنا اذا تمام. نرجع هنا قلنا ممكن بالطب العدلي، يعني احيانا حاله الجريمه يردون يعرفون موقع الجريمه، قد تكون هير او فد anything ساقط من شخص واحنا نريد ناخذه ندققه عن طريق استخلاص الدي ان اي، ممكن يعرفون هذا المن تابع الهير، المن هاي الشعره راجعه، هل هي للمجني عليه ام للجاني. فممكن هذا نستخدمه في حاله الطب العدلي، او ممكن نحدد الشخص المجني عليه، ممكن نحدد جنسيته او هويته، ممكن نحدد هويته، من هو هذا الشخص المجني عليه اذا كان مثلا مشوه ما نقدر نعرفه من خلال الدي ان اي ممكن نعرفه. نجي الان الى الاكستراكشن دي ان اي. طبعا احنا اكثر شيء بالمختبراتنا نسويه اما من الدي ان اي
يا اما من البكتيريا. تسوي له اكستراكشن للدي ان اي قلنا فروم بلاد، طبعا يكون فيري ايزي باللابراتوري كل سهل. هنا أنا شرط عندي اني مو مباشره راح القى الدي ان اي بالسامبل بشكل فري، لا لازم اقوم بعدد من العمليات يلا احصل الدي ان اي. فنقول the sample of blood is treated with detergent. هنا راح اعامله ويا الديترجنت. طبعا الديترجنت اللي احنا راح نستخدمها راح نستخدم ماده الاس دي اس الصوديوم دوداتيل سولفيت. هنا لها القابليه على انه تسوي كات او تسوي بريك اوبن للسيل ممبرين سبلينج ذا كونتينت. تجي ماده الديترجنت تقوم بكسر او فتح السيل ممبرين ونقدر من عندها راح تخرج كل المحتويات اللي داخل السيل. ايضا هنا راح نستخدم عدد من الانزيم to break down all the protein. هنا بعدها بعد ما خلصنا من السيل ممبرين وكسرناه راح نلقى بعض الكونتينت اللي تكون ممزوجه مع الدي ان اي داخل السيتوبلازم او داخل النيوكلاس. خلينا نتكلم بشكل ادق، قد تكون بروتين، قد يكون ار ان اي عندي ويا الدي ان اي، شوغر، فات بالسوليوشن. فانا اريد ان اتخلص من دول كلهم احصل فقط على الدي ان اي. ايش راح يكون عندي؟ طلاب هذه محاضره دكتوره قبل. هنا أنا أشرح محاضرات موضوع دكتورة قبل. هنا فنقول هنا راح نستخدم بعض السولفنت بعد ما تخلصنا من السيل ممبرين بالديترجنت، قلنا فور اكزامبل الاس دي اس، راح نتخلص الآن من باقي الكونتينت اللي ويا الدي ان اي، راح نرتبهم واحد واحد ونتخلص من عندهم، نبقي بالنهاية فقط الدي ان اي أريده بالسامبل. بالمحلول مالتي انا فراح استخدم الايثانول. ايثانول is used in final stage of DNA extraction. هنا أنا بعد ما خلصت من باقي المكونات واستخدمت طبعا انزيم، الانزيم اللي استخدمها مثلا اخذ الانزيم قبل ما استخدم الايثانول استخدم انزيم انا قلت حتى اتخلص من البروتين مثلا انزيم البروتيز الار ان اي حتى يحلل لي الار ان اي، انزيم السكريز مثلا، انزيم الجالاكتيز مثلا حتى اتخلص من الانزيم اللايبيز اتخلص من الفات الموجوده ويا الدي ان اي. هذه كل هالإنزيم اللي أنا أستخدمها حتى أتخلص من هذه المكونات الموجودة ويا الدي ان اي. آخر خطوة أسويها راح أضيف إيثانول. الغرض من الإيثانول هو حتى أسوي ديزولفينج للدي ان اي، يعني بعد ما طبعا بعد كل خطوة مثلا أضيف ار ان اي أو بوتاسيوم هذا كاينيز هنا أنا. لعبه بروتينيز استخدم بروتينيز على مود البروتين مثلا فراح اتخلص من عنده بالترشيح اسوي فلتريشن بعد كل خطوه الا ان يبقى عندي بالاخير فقط الدي ان اي. يعني الدي ان اي هذا يبقى بشكل ماده اريد ان اذوبها استخدم عندي الايثانول. فاقول الدي ان اي will dissolve into it but other component of the cell not allowing the separation of DNA to be used for analysis. يعني باقي المكونات انا صحيح الدي ان اي راح يذوب لكن باقي المكونات الموجوده بالسيل ما يسمح لها بالفصل عن الدي ان اي، لذلك استخدمت انا الايثانول. فهنا راح ادخل بالخطوات اللي اقوم بها للاكستراكشن. ارجع للخطوات اللي اقوم بها بالاكستراكشن. احنا قلنا قد نستخدم انزيم، قد نستخدم
بالبداية ديترجنت، نستخدم إيثانول، لكن هنا هسه راح نوصل للبيسك ستيب. شنو هي الخطوات اللي احنا بالمختبر، احنا الان لو بالمختبر كان سوينا لكم اياها قدامكم وشفتوها. فاحنا هنا عندنا نقول there are three basic steps in a DNA، اللي هي in DNA extraction. The details of which may vary depending on the type of sample. احنا قلنا اعتمادا على السامبل قد تختلف بعض الخطوات، لكن بشكل عام هذه هي الخطوات الرئيسيه. يعني يجوز مره استخدم ديترجنت اس دي اس، يجوز مره استخدم غير ماده حتى اسوي اوخر السيل ممبرين حسب السامبل. لكن الخطوات هذه ثابته لكل عينه. هنا اللي خطوات اللي هي الهارفست ذا نيوكليتد سيل. يعني هنا هذه اول خطوه راح اسويها، اجي لازم اتخلص من اعضاء السيل الاخرى بحيث اوصل للدي ان اي. الخطوه الثانيه اسوي لايسز للسيل، لازم اسوي لها تحلل للخليه مثل ما قبل شويه قلنا، نكسر السيل ممبرين ونكسر النيوكلاس ممبرين حتى نوصل المن للدي ان اي الموجود داخل النواه. ايضا يسوي دايجستشن او ديناتوريشن للبروتين. قلنا اذا عندي بروتين لازم اسوي له دايجستشن. شلون اسوي له دايجستشن واتخلص من عنده؟ عندي بروتين ويا الدي ان اي، شلون اتخلص من عنده؟ راح اضيف انزيم اسميه بروتينيز حتى يتخلص لي من الدي ان اي. بعد ذلك اضيف يجوز بعض الديترجنت. احنا قلنا اول خطوه قلنا نسوي نضيف الديترجنت. ايضا بقى عندي المكونات كلها ممزوجه مع الدي ان اي، يعني البروتين المهضوم والليبيد المهضوم ومكونات الخليه الاخرى ممزوجه ويا الدي ان اي. حتى افصلها لازم اسوي سيبريشن، اسميها كونتامينت. هذه المواد بقت تلوث لي الدي ان اي، اذا بقت وياه ما يطلع لي دي ان اي بيور، فلازم افصلها. ايش راح اسوي؟ راح اسوي بريسبيتيشن، اضيف ماده ترتب لي الدي ان اي وتبقى باقي المواد بالسوليوشن. اسوي ترشيح اتخلص من عندها. يبقى عندي الدي ان اي المتبقي اسوي له ريست باند ان فاينل بفر، اضيف له بفر احصله. يعني اني حاليا راح احصل على الدي ان اي. زين هنا نجي انا ليش النقاط العامه بشكل عام. هسه احنا افتهمنا انه بشكل عام اني راح اسوي اول شيء اعيدها، اول شيء راح اسوي لايسز للسيل ممبرين، كنا نستخدم ديترجنت معين. بعدها اسوي لازم دايجستشن للبروتين للليبيد للار ان اي الموجود ويا الدي ان اي، وقلنا نستخدم بها انزيم معين. بعدها اسوي بريسبيتيشن للدي ان اي، العفو قبل البريسبيتيشن اسوي فلتريشن، بريسبيتيشن نعم اسوي بريسبيتيشن للدي ان اي، ثم اسوي فلتريشن اتخلص من المواد. يبقى عندي بس الدي ان اي مترسب، اضيف له ايثانول راح يذوب لي اياه، فاحصل بالنهايه على دي ان اي. بعدها اسوي في التكنيك معين اتاكد انه صار عندي دي ان اي بالمحلول، صار عندي دي ان اي بالمحلول. هسه كعملي احنا نريد نشتغل، نجي شو نسوي؟ هذيك الخطوات بشكل عام. هسه كعملي ان اول خطوه راح نقوم بها اخذ العينه إذا كانت بلد مثلا، آخذها وأسوي بريكنج للسيل ميمبرين. بريكنج أوف سيل ميمبرين أوبن تو إكسبوز ذا دي إن إي ألونج وذ ذا سايتوبلازم. هنا راح أكسر السيل ميمبرين وطبعا واخلي الدي ان اي يخرج ايضا من
من النيوكلوس بالسيتوبلازم. الليبيد from the cell membrane on the nucleus are broken down with detergent. هاي العملية الكسر كنا راح استخدم detergent. كنا مرات نستخدم ال SDS أو أحيانا نستخدم الكين بنزين سلفونيت مركب. لكن احنا بالمختبر أكثر شيء نستخدم العملي نستخدم ال SDS. هسا أنا حاليا كسرت السيل ميمبرين، هاي أول خطوة قمت بيها. كسرت النيوكلاس ميمبرين. الخطوة الثانية قلت أنا راح يبقى يكون عندي بال ويا الـ DNA عندي بروتين. حتى أتخلص منه أضيف الإنزيمات أسميها بروتييز أو بروتينيز أحيانا. إحنا بالمختبر عندنا ايضا انزيم معين نستخدمه من ضمن انزيمات البروتييز. قد تكون هاي البروتييز بيبتايدز اللي تكسر لي البيبتيدات اذا كان السامبل مالتي فقط بيبتيدات، او تكسر لي البروتين اذا كان بروتين. البروتين كاتابوليزم راح يتأيض ويتحول الى امينو اسيد by hydrolyzing of peptide bond. حتى الآن اتخلصت من البروتينات هضمتها. أيضا عندي المحلول يحتوي على ليبيد، استخدم قلنا انزيمات اللايبيز. أيضا يحتوي على RNA، يحتوي هذا المحلول على RNA، استخدم انزيم اسميه RNA يهضم لي RNA. فبالتالي السوليوشن هذا الموجود بالليبيد والار ان اي، مهضوم الليبيد ومهضوم الار ان اي ومهضوم البروتين، عامله ويا كونسنتريتد سولت سوليوشن. حتى شنو فائده الكونسنتريتد سولت سوليوشن هذه؟ حتى اجمع بيها كل المكونات المهضومه، اخليها كلام توجذر، تجمع مع بعضها البعض. أنا حاليا عندي solution بـ DNA وبـ ذن المهضومات، فأريد أتخلص من عجهن، شو أسوي؟ أستخدم ملح. الملح شو راح يسوي؟ راح يرتب لي الـ DNA ويخلي هذول يجمعون مع بعضهم البعض. أسوي centrifugation وأفصلهم من الـ DNA، هم طبعا موجودين بالـ solution، يبقى عندي فقط الـ DNA. أضيف له الخطوة اللي بعدها، الخطوة اللي بعدها حتى أنقي الـ DNA. بقى عندي الـ DNA، لكن الـ DNA هذا اللي بقى يحتوي على ديترجنت، يحتوي على بروتينات، يحتوي على أملاح، لازم أنقي حتى وإن سويت فلتريشن وتخلصت من عندهم. بقى عندي الـ DNA ملوث كونتام موجود وياه يعني. فش راح اسوي؟ راح اضيف الطريقه، استخدم ايثانول بريسبيتيشن باستخدام ايس ايثانول كولز، او استخدم ايزوبروبانول. هنا الدي ان اي راح يكون انسولبل ان ذيس الكحول، والكونتام ينفصل عنه. وايضا هنا لازم اضبط البي اتش. بعدها هنا أنا راح استخدم series of PFR، راح استخدم centrifugation، استخدم washing، يعني ممكن اضيف المواد اغسل بها العينه. نعم بالبدايه نضيف ال SDS لانه كنا نسوي كسر لجدار الخليه. هنا أنا الخطوه الاخيره، هسه اني اريد اخلص الـ DNA نهائيا من الكونتام المتواجد وياه. قلنا ايش راح نضيف؟ نضيف الكحول. الكحول راح شو يسوي؟ راح يرتب لي الـ DNA بالاخير، يعني الـ DNA يكون انسولبل بالكحول، وبالتالي اسوي اليوشن، DNA اليوشن. الخطوه الاخيره هي الـ DNA اليوشن. معنى اليوشن يعني غسل، يعني اجيب الـ DNA واضيف عليه مواد بحيث شكو تلوث
أو ملوثة بي تنغسل تطلع وهي محلول الغسيل ويبقى عندي دي ان اي بيور. شنو هو الاليوشن بافر اللي راح استخدمه؟ هو تي اي بافر نسميه تي اي. مين اجاني واختصر تي اي؟ هاي لو واحد يسألني يقول لي شنو هو تي اي بافر، اقول له تي اي هو عبارة عن تريس بيس، قاعدة نسميها تريس بيس، تركيزها 10 ملي مولر، والبي اتش مالتها 9.8 و9، وامزج وياها الاي راجعت لي للاثيلين دايامين تترا اسيتيك اسيد اي دي تي اي. فراح اضيفا يعني بفر متكون من التريس بيس والاي دي تي اي اضيفه. طبعا this removes the DNA and release of pure DNA or RNA from the silica. هنا أنا إذا كنت مستخدمة تقنية السيليكا جل بالإليوشن، هنا أنا يعني معناته أخلي في المادة أسميها سيليكا جل وأخلي بها DNA وأسكب عليها محلول الغسيل اللي هو TE buffer. راح ينزل عندي ال DNA نقي، أو سواء أنا إذا كنت مستخدمة فصل RNA ممكن أيضا ينسكب ويبقى شكو ملوثات تبقى مع محلول الغسيل. هنا راح تكون شوية الطريقة أوضح، يعني كأنما راح أعيدها من البداية بس هنا بشكل صورة. بالبداية قلنا مثلا إذا كان عندي 150 ايكروليتر من السامبل، سواء كان قلنا any sample blood hair أي شيء، طبعا إذا hair إذا فد شيء solid ممكن أضيف له فد محلول يذوبه بعدين أستخدمه. إذا أخذت مثلا blood خلينا نقول أول خطوة قلنا نسويها lysis هذا DNA buffer، هذا buffer معين مستخدمي بدأ 10 منت، هذا إحنا ما يهمنا، احنا ناخذ بس نقول SDS لان احنا هنا قلنا SDS نستخدمه. هنا طلاب هذه توضح لنا ايضا الخطوة الاولى نفسها، هذه راح اكررها هنا شوفوا any sort للسامبل اسوي له الخطوة الاولى قلنا هي cell lysis، سواء كانت physical أو chemical. إيش أقصد بال physical أو chemical؟ chemical أستخدم detergent مثلاً، أستخدم بفر معين، هنا هو مستخدم بفر ال DNA، إحنا نستخدم ال SDS مثلاً، نبقى ثابتين عليه حتى ما تصير عندنا هوسة. ال physical أحياناً يدخلوه بأجهزة يسموها tonication. بال tonication يخلون التشيو مثل ال tonicator يسموه الجهاز. مثل السنترفيوج، لكنه تكون نسبة الدوران مالته كلش عالية بحيث يسبب تحطم للسيال ممبرين. هذه أول خطوة. فشوفوا هنا هذه هي السيال لايسيس اللي قلنا أول خطوة. طبعا الناتج مال أول خطوة راح يحتوي على الديترجنت، يعني المحلول راح يحتوي على الديترجنت الآن ضفته، يحتوي على الدي ان اي، يحتوي على الأذر كونتينت للخلية. باش أسوي بعدها أقوم بإضافة الإيثانول هنا. طبعا هنا هو مختصرها بعدة خطوات. أضيف الإيثانول، بعد الإيثانول هنا هذا الرسم مختصر طلاب، هذا هنا مختصر إيثانول. بعد الإيثانول خلينا نمشي على هذا وهذا نتركه، هذا نتركه الرسم طلاب، هذا نتركه نمشي على هذا حتى تكون الصورة واضحة. نفس الحكي اللي حكيناه سابقا، قلنا بعد ما ضفت الديترجنت ايش اسوي؟ راح احصل على مكونات السيل بالإضافة للدي ان اي والديترجنت، اسوي ريموفال للميمبرين ليبيد، اضيف انزيمات تكسر لي الليبيد، أضيف البروتيز تريتمنت يعني أضيف البروتين إنزيمات تكسر لي البروتين، أضيف إنزيمات تكسر لي الـ RNA إذا كان موجود،
وبعد كل خطوة قلنا راح نسوي washing. أخير شيء راح نستخدم هنا قلنا الإيثانول. بعد الإيثانول هنا راح أغسله يعني بالإيثانول. الإيثانول ميت يذوب باقي المواد، يبقى عندي فقط الـ DNA، فأقدر هاي هنا شوفوا ضايف RNA treatment يعني ضايف إنزيمات كثر للـ RNA. فكلنا نفس الحكي الآن حكيته بالبداية، بس مجرد هنا نسويها بتفاصيل أكثر. أخير شيء قلنا راح نغسل بإيثانول، يبقى عندي فقط الـ DNA غير مذاب. أشوفه مثل يشبه شكله يشبه الحليب المتخثر، نقول عليه جبن، مثل الجبن لونه الـ DNA. أحياناً أشوفه هيجي ما يتجاوز الـ يعني السانت، شلون نقول حجمه كلش صغير كلش قليل، يعني يرى بالعين المجردة لكن كلش قليل، واحيانا ما نشوفه حسب السامبل اذا كان الدي ان اي بي عالي او كان قليل. هنا انا هسه لحد الان انا سويت اكستراكشن للدي ان اي. اعيد على السريع، أول خطوة نأخذ العينة اللي عندنا نضيف لها بعد ما نضيف لها أول شيء ديترجنت، قلنا مثلا SDS خليها ببالنا، راح يسوي لي بروكن بالسيل ميمبرين ويطلع لي محتويات الخلية كلها للخارج، ويكسر لي ممكن النيوكلوس ميمبرين أيضا طلعها للخارج، صار عندي سوليوشن بكل المكونات مع الدي ان اي. ابدي اضيف بروتينيز او بروتييز، انزايم اكسر البروتين، لايبيز اكسر الدهون، اضيف ار ان ايز اكسر الار ان اي الموجود ويا الدي ان اي، واسوي اضيف اخير شيء كحول حتى اذوب كل المكونات تصير لها كلستر، يعني قلت لكم تتجمع، اقدر ارشح المحلول احصل فقط على الدي ان اي. بعد ذلك الدي ان اي ممكن اسوي له اليوشن اغسله، لان بي مواد ممكن باقي اثار من الملوثات اللي كانت وياه اغسله. قلنا راح نستخدم محلول غسيل له، وقلنا نخليه بعد ما نغسله ناخذه نحصل على البيوريفايد دي ان اي، نسميه بيوريفايد دي ان اي. هذا الدي ان اي حاليا اللي اخذته شنو اللي يثبت انه اني استخلصت فعلا دي ان اي حتى وان شفته؟ شنو اللي يثبت؟ طبعا اللي يثبت هو انه لازم اقيس نقاوته بجهاز نسميه نانو دروب، اقيس التركيز مالته وفق طول موجي معين، مثل ما نقيس بالمختبر نقيس تركيز الجلوكوز، تركيز الكربوهيدرات، تركيز الليبيد، ممكن عندنا هنا نقيس تركيز الدي ان اي، وكنا نقيس نقاوته هل هو نقي 100% او يحتوي على بروتينات، يحتوي على ار ان اي. هذا الدي ان اي اللي استخلصته اني ممكن اسوي له عملية فصل اسميها الكتروفوريسز، مثل ما راح ناخذها او ما اعرف دكتورة شادن نضيفكم اياها جماعة اللي داخلين يم دكتورة شادن، واللي ما داخلين يم دكتورة شادن 12 ونص ان شاء الله اشرحها. الكتروفوريسز هي تقنية فصل نفصل من خلالها، اي نعم اعرف السلاي الثابت هاي بعد ما حركته. هنا أنا نستخدم تقنية الفصل، من خلالها راح أصور الـ DNA اللي يطلع أشوفه تحت الأشعة فوق البنفسجية، أشوفه بشكل يعني باندات حزن متحركة، هذه الحزن متحركة مسافات أقول إيه صار عندي DNA، أنا فعلا مستخلصة DNA. مرات يجوز اشتغل هذا كله شغل الاكستراكشن وما القى الدي ان اي. طبعا حاليا قبل ما ننتقل للخطوه اللي بعدها، حاليا هذه عمليه الاكستراكشن تم
يعني جمعها بمحاليل معينة. يعني احنا هسه بالمختبر ما نقعد نضيف مرة كحول ومرة ما ادري شنو، لا، عندنا يجينا كيت كامل، شلون كيت الكوليسترول، كيت الشوغر اللي انتم مشتغلين بالسريرية، عندنا كيت نسميه دي ان اي اكستراكشن كيت خاص بالاستخلاص الدي ان اي. هذا الكيت يحتوي على الانزيم البروتينيز كي اللي هو يكسر لي البروتينات، يحتوي ضمن المحاليل مالته على الديترجنت، يحتوي على الايثانول، يحتوي حتى الاليوشن بافر، مكتوب عليه هذا اليوشن بافر اللي اسوي بيه غسل باخر خطوه. وطبعا عندنا احنا طرق معينه للفصل شلون نسوي دي ان اي. فحاليا نعم راح نقوم ب هذا الدي ان اي هسه اللي حاليا اني استخلصته، لازم اروح اتاكد هل اني استخلصت الدي ان اي لو لا، راح نلاحظ ان عدة طرق. طبعا هنا نمجر ذا دي ان اي اند ار ان اي بيورتي. طلاب نفس الطريقه اللي استخلصت بها الدي ان اي ممكن استخلص ار ان اي، لكن مع بعض الاضافات يجيني كيت خاص بالار ان اي. هنا حتى نقول تو ايفالويت دي ان اي بيورتي، حتى اتاكد من الدي ان اي نقي، مجر ابزوربنس اقيس الامتصاصيه مالته، المحلول اللي بيه دي ان اي اقيسه من 260 نانومتر تو 320 نانومتر. يعني اقيسه مره بال 260، مره اقيسه بال 280، خلينا نقول عندي مي هنا دا اشوفوها 260 280 واحسب حسابات معينه واقول هذا نقي ولا لا، لكن الحدود اللي بيها اقيس الامتصاصيه هي بين ال 260 و 320، بين هذا الحد وهذا الحد اقدر اقيس الدي ان اي، اعلى من 320 ما اقدر، هذا قصدي بهذا الرقم. تحت ال 260 هم ما اقدر اقيس تركيز الدي ان اي. فهنا راح اقيس الامتصاصيه لمحلول الدي ان اي to detect other possible contamination، حتى اعرف هل اكو عندي ملوثات اخرى. طبعا بالبدايه the most common purity calculation is the ratio، هي النسبة ما بين امتصاصيته بال 260 اقسمها على امتصاصية بال 280. يعني شنو طلاب؟ اخذ العينة اللي عندي دي ان اي اللي استخلصته، اجي اخليه بجهاز النانو دروب. هلا اراويكم الجهاز هذا طلاب، هذا اذا شايفيه جماعة بالمختبر شايفيه موجود عندنا بالمختبر يم دكتورة خالدة، هذا هو جهاز النانو دروب مثل السبكتروفوتوميتر. لكن هذا يكون خاص فقط بالدي ان اي والبروتين والار ان اي، ما يقيس لي غير شيء. هذا الجهاز اذا تلاحظوا يتكون من شاشه، الشاشه هذه ممكن اني اتحكم بيها احدد ايش اريد اقيس، احدده اقيس امتصاصيه، اقيس تركيز. هنا عندي هاي اللينز العدسه وعندي هنا ممكن اسوي انجكشن احقن الدي ان اي سامبل الدي ان اي اللي انا اريد ان افحصه. هذا وياه تلاحظون هنا دا يسوي هذا انجكشن حقن بالمايكروبايبيت يحقن. طبعا هنا عندي عدسه صغيره احقن بها قطره، طبعا بعد ما اول مره لازم اصفر بالدي ايونايز ووتر، لازم كل المي، ملاحظة انه اثناء الاكستراكشن اي مي استخدمه لازم استخدمه دي ايونايز ووتر، لان دي ايونايز ووتر
يكون خالي من الأيونات وأيضا يكون خالي لازم من الـ RNAs النيوكليز، يعني خالي من أي إنزيمات تحطم لي الـ DNA والـ RNA. المي اللي استخدمه احنا بالمختبر ايش نستخدم؟ يا اما دي ايونايز ووتر، يا اما نجيب هاي الفيالات مال المي المقطر اللي تجي ويا الفيالات مال الانجكشن ويا الاوبر نستخدمها. فاجي بالبدايه اصفر بدي ايونايز ووتر، بعدين اجيب العينه مالتي مالتي دي ان اي اسوي لها انجكشن هنا واقرا الامتصاصيه، ارجع اقراها مره عند ال 260 ومره اقراها، يعني اغير اخلي مره طول الموجي ب 260 واقرا امتصاصيه، اقرا افدور بنج اسجلها، ارجع اقرا اغير الامتصاصيه اخليها اخلي طول الموجي 280 واقرا امتصاصيه، اقسم ال 260 الامتصاصيه اللي حصلتها بال 260 على الامتصاصية اللي حصلتها بال 280 إذا كانت بين ال 1.8 بالعشرة للثانية، يعني القيمة مالتها تتراوح بين 1.8 بالعشرة والثانية، أقول عليها هذا good quality DNA ما بي contamination، يعني شايف مثلا 1.8 1.9 2 بيناتهم، لكن إذا صارت عندي جوا الواحد وثمانية أو فوق الواحد وثمانية أقول عندي تلوث، هسه راح نعرف شنو هو هذا التلوث اللي عندي. تمام؟ نرجع هسه للراتيو أوف أبزوربنس بال 260 وال 280 كلت هذه إذا قسمتها is used to assess DNA purity. خاف اسال شنو او احد يسالني شنو الفائده من اقسم الامتصاصيه للدي ان اي بال 260 على 280 اقول حتى احدد الدي ان اي بيورتي. هاي الريشيو يقول هي بين ال 1.8 والثنين هي اكسبتد، نقول عليها بيور دي ان اي، لكن اذا كانت اقل من ال 1.8 مثلا كانت 1.6 أقول this may indicate the presence of a protein، يعني معناته هنا هذا ما جايني دي ان اي خالص، دي اثناء ما سويت استخلاص بقى وياه كميه من البروتين، استخدمت كحول استخدمت فينول بقى وياه الدي ان اي جزء من عدها. فإذا إذا جوا 1.8 بالعشرة أقول عندي contamination بالبروتين، دي ان اي وبروتين عندي. إذا كانت طبعا هنا أنا إذا كانت فوق الاثنين، طلاب هنا يمكن أنا ما كاتبتها، إذا كانت فوق الاثنين أرجع لها، إحنا كنا وأقل من الواحد وثمانية يعني مثلاً 1.6 وجوة أقول عليها عندي تلوث بالبروتين. إذا كانت أكثر من 2 يعني طلعت 2.1 2.05 2.2، هنا this indicates to contamination with RNA، يعني معناته هنا أنا من استخلص الـ DNA عندي ويا ملوث آخر اللي هو الـ RNA، يعني ما حصلت دي ان اي بيور، هنا عندي ار ان اي ممزوج وياه. فهذه نخليها ببالنا حتى من نجي نشتغل اشوف النقاوه مالته، كانت 1.8 للثنين كان بها، اقل اقول ملوث بالبروتين، اعلى اقول ملوث بما بالار ان اي. شلون احسب ال ليش يقول why is it important to measure DNA purity and concentration؟ ليش لازم اقيس ال DNA concentration وال purity مالته؟ Variable measurement of DNA concentration and purity is important for many applications in molecular biology where accurate determination of DNA purity and
Concentration is critical in molecular work. هنا شلون قبل شوية من قلت لكم شو اللي يثبت إنه أني استخلصت DNA؟ إذا ما أقيس تركيز أشوفه مثلاً أقرأ هل قد طلع عندي تركيز؟ طبعاً كل ما التركيز يصعد معناته شغلي جيد، نقاوة عندي بالشغل، مو يعني هذا contamination. كل ما البيوريتي نسبتها قلنا بين الواحد والثمانية للثنين يعني معناته شغلي مضبوط. أحياناً ممكن بالمايكروبايبيت أثناء ما جاي أضيفني المواد أخطأ، فبالتالي سبب عندي خطأ. فحتى أتأكد أنه أنا استخلص DNA قلنا نقيس نقاوته وتركيزه. أيضاً بالمولكولار بايولوجي وبالشغل مالتنا بالبحوث لازم أقيس تركيز DNA وبيوريتي للDNA حتى بعدين من أدخله PCR التفاعل البلمرة أسوي له استنساخ، مو أدخله عبثاً سامبل خالي ما بي DNA وأدخله، لا أنا أكون متأكدة إنه عندي DNA والDNA نقي حتى أدخله PCR حتى ينطيني ناتج وشغل مضبوط. هذا اللي أقصد به. إذا صار عندي impurities بالDNA maybe lead to inaccurate measurement لDNA concentration and could potentially inhibit subsequently labeling reaction. Such as PCR. أيضاً إذا عندي تلوث ممكن طلاب المايك من يومكم. نعم مايك من يومكم. تسمعوني طلاب حاليا؟ تسمعوني؟ نعم تمام نعم. نرجع حتى، فإذا أني قلنا ما استخلصت DNA بيور صار عندي contamination وياه بالشغل، فبالتالي راح يخرب لي شغل PCR وممكن أن أخسر كت استخلاص وأخسر كت PCR وأني ما متأكدة أنه DNA عندي وجبته ودخلته PCR فبالتالي ما راح ينطيني ناتج استنساخ. ونرجع نقول how do you do calculate DNA purity؟ قلنا شلون راح نستخدم هسه العملي مالتنا، شلون أجي أحسب النقاوة، شلون أحسب النقاوة؟ هنا أنا راح أخذ جهاز أسميه قلت لكم النانو دروب، أفتحه أول مرة أفتحه هنا أنا عندي، أو أحيانا ورا الجهاز عندي التويتش أون أفتحه. بعد ما افتحها عندي هنا خيارات يقول لي شو تريد تقيس؟ تقيس DNA concentration purity RNA protein، احدد له اقول له يابا انا دقيس DNA. ان شاء الله اذا رجع الدوام دخلكم المختبر وشوفوني الجهاز وشوفوني الكت. هنا أنا احدد له يابا انا دقيس DNA، اختار select DNA. بعد ذلك قلنا أخلي 2 microliter of water، وقلت لكم الواتر لازم أخذ deionized water مو مي المقطر الدستل ووتر ولا المي العادي مالتنا لأن يأثر على الشغل. أضيف قطرة من deionized water اللي هي مما يعادل 2 microliter يعني أضيف، وأختار هنا بالخيارات أقول له blank يعني أقول له صفر لي الجهاز. بعدين بعد ذلك ممكن امسح المكان يعني بقطنة او فتشي ويعني يكون غير ملوث، واضيف 2 مايكروليتر من العينة اضيفها. قلت هنا المي فائتة حتى اصفر الجهاز،
بعدين أضيف 200 مايكروليتر من العينة وأقرأ التركيز. شوفوا هنا أنا حسب الجهاز، هنا أنا هذا ما جاي يقيس قيمة معينة طلعت له الشكل. فأحيانا زين الجهاز بقى، قد الجهاز يقيس لي أبزوربنس، قد يقيس لي حسب خياراتي، قد يقيس لي مباشرة كونسنتريشن. يعني أنا أول مرة أختار أقول له يا بأرد أقرأ تركيز، يأشر لي يقول لي هذا التركيز، تمام؟ هذا يقول لي التركيز. أحيانا لا، يقول لي يا با أريد أن أقرأ امتصاصية، أقول له أريد أن أقرأ المي، نعم أمسحه وبعدين أخلي العينة. هنا أحيانا جماعة ما يمسحوا، يعني يضيفون العينة مباشرة عليه باعتبار دي أيونايز ووتر. فهنا أنا أقول له أريد أقرأ، لا أريد أقرأ تركيز، أو أقول له أريد أن أقرأ يعني امتصاصية، فأي حد لي هذا، نعم تمام. هسه إحنا عندنا هنا أنا لحد الآن سوينا extraction من DNA وسوينا قسنا التركيز وقسنا البيولوجي. إذا عندكم سؤال طلاب راح أفتح الـ Q&A حتى بعدها راح نراويكم فيديو بسيط عن الشغل مالتنا. أكو سؤال طلاب؟ لا يبقى بالأخير، نعم؟ طلاب، إحنا قلنا هنا why is important to measure DNA purity and concentration. قلنا أحياناً أني استخلصت DNA بس ما متأكدة، هل أنا استخلصت فعلاً DNA؟ هل DNA اللي استخلصته ملوث؟ أم غير ملوث؟ فحتى أتأكد لازم أقيس تركيز العينة مالتي، تركيز الـ DNA اللي أني استخلصته، وأقيس نقاوته. شلون أقيسها؟ باستخدام جهاز النانو دروب. بالبداية قلت أفتح الجهاز أسوي له سويتش أون وأحدد يا بأني أريد أن أقرأ تركيز المن للـ DNA. فأحدد بالبداية اختيار العينة مالتي، أقول له ترى أنا مخلي راح أخلي DNA، أختار DNA، هو عنده خيارات، يقول لي تردين DNA، تردين بروتين تقيسين تركيزه، أو تردين RNA. يعني أنا بالبداية قلت لكم هذا الجهاز يقيس فقط بروتين DNA RNA، غير عينة ما يقيسها. فأنا إيش أسوي؟ أختار DNA، أحدد الامتصاصية، أحدد الامتصاصية دائما قلنا إحنا الـ DNA يتراوح بين الـ 260 لـ 320، تركيزه بهالحدود أقيسه، وأقول له يا بدي أقرأ تركيز، أخلي الديايونايز ووتر، بعد أصفر الجهاز، بعدها أخلي العينة مالتي وأقرأ يقرأ لي تركيز، أحسب أسجله يعني. بعد ذلك أرجع أحول بالجهاز أبرمجه بحيث يقرأ لي امتصاصية، مرة أقرأها يا بقول له ترى أريد أن أدول موجي 260 وأضيف عينة، راح يقيس امتصاصية العينة. طبعا بعد ما أصفر لازم أرجع مرة ثانية أصفر بالديونايز ووتر، ثم أضيف عينة أقيس الامتصاصية بال 260، وأرجع مرة ثانية أقيس الامتصاصية 320، نعم من 260 ل 320. فهنا أنا راح أرجع أقيس الامتصاصية بال 260
أقيس الامتصاصية بالمئتين وثمانين نانومتر، ثم أقسم 260 على 280 قيمة الامتصاصية بال 260 على قيمة الامتصاصية بال 280، قلنا إذا كانت تتراوح بين 1.8 بالعشرة لل 2 بالعشرة لل 2 العفو، أقول أن الـ DNA اللي أنا استخلصته بيور. إذا كانت أقل من 1.8 يعني مثلا 1.6 أو دونها، أقول أن عندي تلوث بالبروتين. أعلى من 2 قيمة النسبة هذه، أقول عندي تلوث بالـ RNA. تمام نعم؟ نرجع حتى للـ Q&A. شوف طلاب، عندنا سؤال نعم؟ اثنين واحد نعم بتلوث RNA. عندنا سؤال نعم؟